رئيس التحرير انترناشونال فويس الأمريكية. سيدة نادين، ما مدى الضغط الذي يمكن على الولايات المتحدة أن تفرضه على نتنياهو لوقف هذه الحرب والالتزام بقرار مجلس الأمن؟ تحياتي لك مشاهدين جميعا. نحن رأينا كيف كان رد الفعل الإسرائيلي بخصوص قرار يعني امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، أنهم سحبوا لم يعودوا لن يرسلوا الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن. هذا ما فاجأ الولايات المتحدة، واضطر جون كيربي لأن يعبر على أنه مؤسف وأنهم سوف يستمرون في التواصل مع الجانب الإسرائيلي رغم ذلك. هذا بمثابة ضغط على الولايات المتحدة لكي تستمر في سياستها في دعمها لجميع القرارات الإسرائيلية، ولكن لا تبدو هذه هي الواقعة الحالية الآن في هذه الإدارة. هناك استياء واضح من الإدارة من التعنت الإسرائيلي في استمرار هذه الحرب، وترجم ذلك في هذا الامتناع عن التصويت الذي هو بمثابة تمرير صريح وواضح لقرار مجلس الأمن في نيويورك اليوم. هذا التمرير هو بمثابة رسالة غير مشفرة واضحة لإسرائيل بأن هناك قلقا واستياء من الولايات المتحدة هذا الأمر. من المتوقع أن لا تمتثل إسرائيل لهذا القرار الذي هو يجب أن يكون ملزما، حسب أن أغلبية قرارات مجلس الأمن ملزمة، وخصوصا أن هذه الصياغة لا تختلف عن الصياغات الأخرى التي تستوجب أن يكون هذا القرار ملزما. ولكن في النهاية ما يمكن أن تتصرف هو الولايات المتحدة، أعتقد أنه محدود. نحن نعلم أن الإجراءات الآن تأخذ مجراها عبر مجلس الأمن، ولكن هناك إمكانية لأن لا يتم تنفيذ هذا القرار، بالتالي أي إجراءات عقابية سيتخذها مجلس الأمن يجب أن تحظى بموافقة الدول الأعضاء ومن بينهم الدول التي تملك حق الفيتو. وهنا قد نصل إلى معضلة أخرى قد تستخدمها الولايات المتحدة لمنع إجراء عقابي ضد إسرائيل. يعني الدعم الإسرائيلي من الولايات المتحدة موجود وسيبقى موجود، ولكنه في هذه الفترة في استمرار هذه الحرب الشنيعة التي شهد العالم فيها كل الصور الدامية التي سببت استياء واسعا يعني امتصت أو أبعدت الدعم بشكل كبير عن إسرائيل حول العالم، وضعت الولايات المتحدة أيضا في موقف محرج مع هذه الجولة التي نراها، الجولات الكثيرة التي نراها في موضوع الانتخابات وموقف بايدن، تدخل الجالية العربية في الولايات المتحدة، كل هذه الظروف تدفع لأن تضع الولايات المتحدة في موقف محرج. يعني هل أدرك الآن الرئيس بايدن خطورة وطئه الانتخابي؟ بالتأكيد هناك محاذير كثيرة بالنسبة لرئيس بايدن، ولكن بالأساس هناك بحسب ما يرى بايدن هناك يعني عدم استيعاب كامل لرؤية الولايات المتحدة من وجهة نظره، من أنه بالحقيقة يدعم المسلمين ويدعم الفلسطينيين العرب، ولكن أيضا يدعم إسرائيل. هذه السياسة غير متوازنة التي يراها العرب أنها غير متوازنة، لأنه يدعم إسرائيل بالسلاح ويدعم الفلسطينيين بالمؤن الغذائية والمساعدات الإنسانية. هذا يجعل الموقف غير متوازن، مما أدرك بايدن أن هذه الصورة تسبب له تشوها في حملته الانتخابية قد تفضي إلى نتائج غير متوقعة ربما، لأن هذه الحملات التي يمارسها العرب في الولايات المتحدة الأمريكية والتي انطلقت من ميشيغان على سبيل المثال بامتناع عن تصويت وحبل اسم غزة بدلا من التصويت، بدأت تنتشر بشكل كبير. يعني هناك جولات من باب إلى باب في ولايات أخرى غير ولاية ميشيغان يطالبون الناس أو يروجون لهذه الحملة، مما جعل انتشارها سريعا، وكان هذا مفاجئا للديمقراطيين. طيب سيدة نادين، في أقل من دقيقة، هل يمكن لإدارة بايدن وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل كإجراء للضغط فقط؟ أعتقد أنه ضمن الظروف الحالية وضمن التاريخ السابق لدعم إسرائيل، أعتقد أن هذا غير ممكن في هذه الظروف، لأن دعم إسرائيل يأتي عبر
محطات كثيرة، شركات كثيرة، داعمين كثر، لوبيات كثيرة، الكونغرس الأمريكي هناك. ذلك سيسبب صدمة في المجتمع الأمريكي الذي هو بقسم كبير منه داعم للإسرائيليين، ويسبب أزمة أخرى أكبر من الأزمة التي سببها العرب الآن بالنسبة لدعمه في الانتخابات القادمة. ولذلك أعتقد أن ذلك غير ممكن حاليا. شكرا جزيلا لك من نيويورك السيدة نادين ساندرز، رئيسة تحرير International Voice الأمريكية.